العبادات لا تقاس براحة النفس، فإن الإنسان قد يرتاح لأمور بدعية شركية قد تخرجه من الإسلام وهو يرتاح لها، لأن الله تعالى يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وينبغي للإنسان إذا تذوق عمل من الأعمال وارتاح له نفسيا أن يعرض هذا العمل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان موافقا لها فليحمد الله على ذلك، وإن كان غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله فإن عليه أن يعالج قلبه، لأن في قلبه مرضا حيث يرتاح لما ليس بمشروع.